ولكن يا كابتن برضو يعني خليني اقول لك، كان عندنا ازمه، يعني كان عندنا ازمه كبيره جدا في احنا كان المهاجم عندنا الصريح. ازمه، مفيش شك عندنا ازمه في فكره كبيره جدا، لكن قول لي مين البديل يعني؟ يعني انا ما انا عايز اتكلم معاك برضه، قول لي مين البديل؟ مين اللي موجود على الساحه؟ هداف الدوري انت اخذته. صحيح. مروان مهاجم النادي الاهلي والراجل يعني مقتنع بيه. كوكا ده محترف بره برضه، الراجل بيجيب، وكمهاجم التكوين الجسماني كويس وكده. قول لي مين تاني يتاخد عشان يعمل الفارق؟ يعني يعني للأسف عندنا أزمة في المهاجمين في مصر، عندنا أزمة في جميع المراكز. أنا بقول لك عندنا أزمة كبيرة جدا فنية في اللاعبين في هذا الجيل. طب ده يرجع كابتن بسبب قطاع الناشئين، يعني قطاع الناشئين ما بقاش يطلع لعيبة زي الأول. اللي أنا بقوله لحضرتك إن أنا ضروري أهتم بالقاعدة، ضروري أعمل مشروع قومي، أجيب ناس خبرة صحيح ولا يتولوه، مشروع قومي للضغوط بكرة القدم زي ما احنا عاملين كل مصر دلوقتي. احنا الدولة عاملة كم مشروع قومي دلوقتي لمصر، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في كل الصحي، في التعليم، في كل مناحي الحياة. صحيح. ليه انا ما اعملش مشروع قومي للنهوض بكرة القدم والدولة ضروري تحط ايدها؟ انا بقول لحضرتك صحيح، كلام لا ضروري تحط ايدها. بس كلام محترم جدا طبعا من واحد من نجوم مصر وكابتني طبعا الكبير كابتن حلمي طولان، شرفتني ونورتني في تايم لايف، بشكرك شكرا جزيلا.